احنا بيبقى معانا كل فترة مواهب مختلفة في رياضات مختلفة وأبطال كمان. النهاردة هنتكلم عن التايكوندو، هنرحب باللاعب سيف هشام بطل الجمهورية في التايكوندو. صباح الهنا يا سيف، صباح النور، منورنا. منور الدنيا كلها. حبيبي اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله، كله تمام. بص بقى يا عم سيف، قبل ما ندخل معاك في تفاصيل البطولات اللي انت شاركت فيها والانجازات اللي انت حققتها، تعالى نتعرف عنك انت اصلا اكتر. يعني عرفنا عن نفسك، عندك كام سنه، بتدرس ولا خلصت دراسه، ابتديت مع رياضه التايكوندو امتى، وبقيه التفاصيل بقى. اسمي سيف الدين هشام، عندي 19 سنه حاليا، فتانيه بزنس عند شمس كريدت. جميل. لعبت التايكوندو وانا عندي 6 سنين، اللي هو بدايه السن بتاع التايكوندو. 2010 بدات في نادي الزهور اللي في فرع التجمع، واخدت حزام الاسود وانا عندي 11 سنه، ما شاء الله. وحاليا في فريق الرجال في نادي زهور ميت نصر. حلو جدا. وبنتكلم بقى على مستوى المنتخب، خلينا نعرف منك برضه. جالي بعثة للنادي، قصدي للمنتخب، فأول 17، بعدين حضرت التصفيات وكده، بعدين جات لي إصابة فمحصلش نصيب. إصابة. الإصابات في التايكوندو بتبقى برضو يعني كتيرة ولا؟ كتير، لأن هي لعبة قتالية وفايت، فبيبقى فيها اصابات والتمارين وكده. بتاخد وقت عشان الاستشفاء والحاجات دي كلها برضه. يعني ممكن يبقى فيها صليبي، فيها مزق، فيها كسر في البطولات، ركبه تتخلع، ان هي لعبه كل حاجات ضرب. بسيطه يعني في التايكوندو عندنا الحاجات دي عادي. لكن انت ابتديت ممارسه الرياضه بالتايكوندو، ولا يعني ما كانش في مساحه وقت اظن تلعب حاجه ثانيه قبليها؟ وانا في التايكوندو لعبت سباحه شويه، بس انا كنت من عشاق التايكوندو وبحب التايكوندو. كمان والدي كان بيلعب تايكوندو، كان برضه حزام اسود، فبرضه هو اللي دخلنا تايكوندو، فانا حبيت تايكوندو واستمريت فيها. ايه اللي حببك في الرياضه دي بعيدا عن الوالد؟ يعني لما ركزت في الرياضه نفسها وبعد ما ابتديت تمارسها وبقيت واحد من ابطالها، شايف ان ايه عناصر الجذب اللي ممكن تشد اي حد انه يفكر يبتدي يمارس الرياضه دي؟ هي لعبه دفاع النفس قبل اي شيء، بتعلمك ازاي تدافع عن نفسك، ازاي تستحمل اي ضغوط. كمان بتخليك لو حصل لك اي حاجه انت عادي تعرف تتعامل معاها. في التمرين بتحس ان انت بتفضي اي طاقه عندك، كمان اللي انت بتحب دي زي الفاينل كان شايفين مطحنه اهو في يعني هنا انا كنت في دي الجوله الثالثه، انا كنت خسران بتاع 12 واحد. ماشي، انت اجري واحد. انا الازرق. يعني هنا التفريجي هي اللي فرقت، كانت 12 8 لي، بقت 13 12 ليا، فرق 5 بوينت. اوكي، هنا دي اللي قلبت كل الماتش ضربه كلها. وليها عدد معين من دي كانت بثلاثه لما جريت وراه وضربتها، دي كانت بثلاثه، اسمها النار تشيجي دي تفريجي. اوكي، دي الفاينل كان في 2020. دي كان عندي اصابه قبليها وكنت بتمرن كتير في تصفيات المنتخب، بعدين حصل لي مشكله وقلت انا مش هلعب تاني بسبب ان انا خسرت من تاني ماتش خساره كبيره، بالذات ان انا كنت بتمرن كتير قوي وكنت بخسس كتير، وكانت اكتر فتره بتمرن فيها. كابتن شريف الكابتن بتاعي قعد يتكلم معايا كتير، قعد يقنعني ان انا ارجع تاني قبل البطوله دي باسبوع. يعني انا ما كنتش مجهز للبطوله دي. لما نزلت اكتشفت ان الدنيا لا، اللي انا اتمرنته كان بيقول لي ايه، اللي انت اتمرنته مش مهم يحصل في البطوله دي، البطولات اللي بعديها. اوكي، فانا دخلت البطوله دي، لعبت من دول ال 32، كسبت ال 32، كسبت 16، كسبت ال 8، دخلت السيمي فاينل. كان السيمي فاينل ده كان هو اللي كسبني في تصفيات المنتخب. اوكي، كان كسبني عدم تكافؤ، ف كان ضغط، انت هتقابل تاني اللي كسبك، وكان كسبك عدم تكافؤ، فرصه كبيره. فطبعا الكابتن قعد يتكلم معايا ويقول لي ما فيش مشكله وهنلعب وكده. دخلت السيمي فاينل كسبته الحمد لله، اللي هو كان كسبني. دخلت الفاينل، اللي لعبته في الفاينل كان اسمه عاطف، ده كسب في السيمي فاينل اللي قبليه، كسب بطل عالم، كان اول على العالم. واو، وسنه كان قد ايه تقريبا؟ كان 2003، انا 2004، كان أوكي. اكبر مني بسنه. سنه، فكان جايب اول عالم، بس رانكينج تاني يعني. فده كسبه، فده طويل جدا، انا كنت قصير بالنسبه لي، انا هو كده وانا كده، فرجلي طويله جدا. في التايكوندو انت محتاجه تقربي عشان القصير محتاج يقرب عشان يضرب من جوه، وانا محتاج اقرب له عشان اضرب، فكل ما اجي اقرب يحط رجله، كل ما اجي اضرب يضرب في وشي. فخرجت الجوله الثالثه فالدنيا بايظه. بقول لي كابتن اعمل ايه؟ كابتن قال لي خلاص تمام. بقول له كابتن اعمل ايه؟ قال لي هنلعب، اداني تكنيك، قال لي هنلعب كذا كذا كذا. فضلت مهدي 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 لحد نص الجوله الثالثه، وعملت اللي كابتن شريف قال لي عليه. فجاه بقيت بخش امسك واضرب، يعني اخش احضن واضرب، اخش احضن واضرب، فجاه بخش احضن. المفروض ان التفصيله دي تبقى جزء من التدريب، ان انت بتلعب يعني منافسين باطوال مختلفه واطراف اطوالها مختلفه. ما احنا بنتمرن عليها وكل حاجه، وعارفين ازاي هو ممكن ياخد الضربه منك عشان تهدي الدنيا،
علشان هو مثلا لو خد منك ضربه ما ينفعش تعملها،